تحية عالية لكل الطواقم الإعلامية الحاضرة التي حاولت أن تسجل بل سجلت هذا المنع الذي مورس من طرف هذه الأجهزة الأمنية وهذه العناصر حضور كثيف ما عرفناش علاش كنقولوا لهم عطيونا سبب وحيد وأوحد باش نقتنعوا به حنا كمناضلين أو نقنعوا هذه الناس. إذا كنا حنا واحد الممثلين ديال هذه الناس يعطونا مبرر واحد نبلغوا لهذه الناس ها علاش منعونا. حنا الوقفة ديالنا تأتي في واحد السياق ديال الاحتجاج السلمي الحضاري ضد يعني المجازر المرتكبة في فلسطين، ضد استهداف المستشفيات، ضد يعني استهداف المدنيين، استهداف الأطفال، حضور ديال الأطفال حتى في هذه الوقفة هو تعبير فطري من طرف الأطفال من أجل يعني التعبير عن المعاناة اللي كيعيشوها هما نفسيا من المشاهد الكثيرة اللي تشاهد في التلفزيونات وعبر المقاطع الفيديو. كنأكدوا على أن هذه الوقفة وقفة سلمية، وقفة لا تمس صله باي شكل من اشكال. معروفين في طنجاوه، معروفين ان المناضلين ديالهم والشباب وساكنه مدينه طنجه دائما تعبر بشكل سلمي حضاري عن مواقفها، تسجل المواقف لمن يهم الامر. كنقولوا دائما هذا الموقف تسجله الدوله المغربيه الراعيه للتطبيع، والان راه كتسجل الميساج بانها الان تدافع عن احدى المجالات اللي كيحضروا فيها الصهاينه هذا المؤتمر او الملتقى مايديس. هذا مؤتمر دائما كيحضروه ممثلين من الصهاينه، وفي الغالب كيحضروا ممثلين الصهاينه، وان كانت بعض المنابر الاعلاميه ولا بعض الاطراف اللي نفوا وجود ممثل صهيوني، ولكن هذا ما يقدرش ينفي انهم راه ما كايناش الممثلين من الصهاينه ما كاينينش، ولا هذا الملتقى راه هو فيه مجالات من مجالات الشغال مع الصهاينه، وبالتالي هذه وقفه حضاريه. كنقولوا على ان احنا ضد التطبيع وضد اي شكل من اشكال التطبيع، جئنا لنقول هذه الكلمه، جئنا لنندد بما يقع في فلسطين، جئنا لنشجب الجريمه الصهيونيه على الاراضي الفلسطينيه لانها هي تصل الى جريمه حرب بكل المعايير الدوليه. الان المنتظم الدولي دابا اللي خصهم يفهموا هاد الناس هو ان العالم كله يندد، ان كل العواصم الدوليه تندد، كل الشعوب تندد. هادو شنو باقي كيديروا؟ كنقولوا لهم عطيونا سبب واحد نقنعوا بهاد الناس على ان هذا الموقف راه ضد القانون ولا كذا. هذه الوقفه كتطلب ترخيص، وبالتالي اي احتكاك منهم هما اللي كيتسببوا في المسؤوليه ديالو، واي عنف مورس من طرف من طرفهم هما كيتحملوا مسؤوليته اولا واخيرا. كنشكركم. هذا النشاط هذا كيجي في اطار الانشطه اللي كتدعي الى الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه التطبيع. كيجي هذا الوقفه هذه الهدف منها هو اننا نندذوا بوجود الصهاينه معنا. هذه الوقفه هذه الهدف منها اننا نستنكر ونندد وندين بشده الحرب الاباده التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين. ندين بشده الهجوم على المستشفيات، ندين بشده قتل الاطفال الذي وصل عدد القتلى تقريبا 5000. نستنكر هذه الحرب البشعه لا اخلاقيه، نستنكر هذا العدوان الهمجي الوحشي المدعوم من الغرب الصليبي الصهيوني، مدعوم من الميريكات، مدعوم من المطبعين. كنقولوا في هذه الوقفه بان المطبع والميريكان شركاء في العدوان. ندين الصمت الرهيب للانظمه العربيه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.